المساله ديال علاش حنايا هادشي اللي بغينا نشرحوه، علاش حنا كنركزوا دائما العمل التطوعي هو انك تكون داخل شي جمعيه، وانك وهذا هو اللي خلى هاد الفكره ديال انه واش انا ندخل مع جمعيه ولا ندخل مع مؤسسه ما تخدم بيا. نعم للاسف، وهادشي علاش قلت لك بان الاغلبيه ما فاهمينش ما هذا كلمه العمل التطوعي. دونك العمل التطوعي هو عباره عن خدمه فهمتي اللي تقدموها كسوا فرد بذاته ولا مجموعه من الافراد بصفه ذاتيه او لا تحت لواء، يعني بين قوسين تحت لواء جمعيه او هيئه او شي حاجه، بطريقه غير مشروطه ومجانيه، يعني كتكون الى انكونديسيونيل، يعني ما عندهاش مقابل مادي. ما عندها لا مقابل مادي لا والو، ربما كاين اللي كيقدمها من اجل انه يحس واحد السعاده الداخليه ديالو او لا يرقى بنفسه او لا غير يسمع واحد الكلمه ديال الله يرحم الوالدين، يعني هذا هو المبتغى ديال العمل التطوعي. كيف ما قلت هي غريزه انسانيه، راه حنا كناس يعني كانسان سليم الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الغريزه ديال اننا يعني ننقذ، وهذا هو الفرق بيننا وبين الاخرين. راه ولينا كنشوف يعني اي واحد كيف ما كان القدر ديالو حالا ولو متشرد قوسين، ملي كيشوف ان واحد يعني واقف على شي حاجه ولا داك الشيء كيقدم بالعون صح، لان يعني كيف ما قلتي هي مساله هي غريزه، لان احنا حتى في واحد الدراسه مؤخرا كنا ناقشنا هذا الموضوع ديال انه كنا كنهضروا هو العمل التطوعي هو اشمل من المساعده، لان المساعده ربما تكون فرديه يعني بسيطه، كيف ما شي حد باغي يقطع الطريق ولا شي حد طاحت له شي حاجه ولا يعني وكيف ما كنقولوا بانه المساعده بزاف ديال الناس كيقول لك حنايا ما بقى حد يعتق حد، ما بقى الا مشيتي تحتي في شي مشكله ما كاينش اللي غادي يعتقك، في حين انه واحد الدراسه جديده كانت تثبت بانه الانسان الطبيعي بطبيعته يميل الى مساعده الاخرين الا بحدود طبعا. هذه المساله هي اللي هضرتي على المساله ديال التطوع، هي مساله غريزه فينا حنا، وسورتو حنا في المجتمعات اللي هي اسلاميه ومجتمعات عربيه وبحال المجتمع المغربي، عندنا ديك القيمه ديال التضامن، القيمه ديال التطوع، القيمه ديال انك تأدي تعطي، يعني حنا واحد الشعب اللي ماشي غير كناخذو كنعطيو، عندنا فترات من السنه اللي كتبرز فيها هاد الاعمال التضامنيه وهاد الاعمال التطوعيه. حنا بغينا اليوم نفهموا للناس انه هاد العمل التطوعي والعمل التضامني ولا اي عمل من الاعمال اللي هي فيها عطاء وفيها قيمه انسانيه كبيره راه كتفيدك انت، واخا ما عندهاش عائد مادي وانما راه عندها عائد معنوي وانساني راقي وسامي. نعم ونزيد حنان واحد القضيه، يعني حنا الان ولينا كنغلط كتقول كلمه عمل تطوعي الانسان كيبان له قدامه الفلوس. لا، العمل التطوعي ما مربوطش دائما بالمادة أو لا بالشرطة أنني نعطي واحد مبلغ مادي أو لا نقدم واحد الحاجة عندها قيمة. لا، العمل التطوعي راه مجرد كما قلت أن نمشي أنا من اختصاص مثلا كعفري من اختصاص كاختصاصية نفسية، نمشي لواحد المؤسسة وندير واحد الندوة مثلا على شي حاجة اللي رائجة في المجتمع مؤخرا ولا تبعية ولا شي حاجة، فهذا عمل تطوعي، ما غاديش ننتظر منه وشي حاجة مادية ولا مكسب مادي، ولكن غادي ننتظر منه ما هو أسمى.